أهلا وسهلا جميعا، مساء الخير أينما كنتم. معكم دكتور غسان من مدينة فاس، من المغرب الحبيب. فازا بانتظار بعض لحظات، بعض الإخوان عم يلتحوا بينا. يلا نعطيهم كم دقيقة ونحن نكون مع بعض. اليوم حيكون موضوعنا موضوع هائل رائع جدا، لمنتوج فعلا عنده مميزات هائلة وأثبت فعاليته حول العالم. فإذا اليوم هتاخدوا معلومات قيمة، وإن شاء الله يكون عندكم ورقة وقلم عشان تاخدوا ملاحظات. يلا لحظات ونحن نبدأ إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله، الأخوان عم يلتحوا فينا. معلش نستنى كمان دقيقة دقيقتين. مسيو طيب، اسكو فوزيت لا فو لوفي لا مان سيل فو بلي بور بوفوار ميرسي. اي فوالا تري بيان. دونك مون امي مسيو طيب، لو ليدر دو ماروك، جو سوي كونتون كو فوزيت لا. Donc voilà, je vous mets co-host pour m'aider à admettre, parce que j'ai peut-être un setting comme quoi tout le monde peut rentrer, mais ici il demande l'autorisation. Ce n'est pas grave. Donc je dois attendre. Stanna chouy, achan dakhel el akhwan. وصلنا للعدد 21. اللي معنا جديد لو سمحتم حطوا لنا في الشات مين معنا جديد ومن اي مدينه، واهلا وسهلا بكم. في معنا فاطمه لوتشان، يمكن الميكرو عندما مش مفتوح. طيب فاذا مين معنا جديد يرفع ايده او يكتب لنا في الشات لنشوف الشات هنا شو ما عم تقول عنا. شو في عنا بالشات؟ اهلا. فاذا مساء الخير للجميع. اهلا رحمه، حليمه، طبعا دكتوره حليمه، سناء، ساميه، ساميه للا ساميه، ما شاء الله عليك، من هولندا. فاذا معنا من هولندا، معنا من بلجيكا. العدد وصل 22. ومين معنا كمان؟ أهلا رحمة. معنا لطيفة جبار، أهلا وسهلا بك أختي العزيزة.22 العدد. اليوم الموضوع حيكون موضوع هائل، لأنه فعلا منتوج رائع جدا. يعني إذا ما عرفتوش القيمة بتاعت هذا المنتوج سلام عليكم. فإذا اليوم حنتكلم من بعض النقاط مهمة اللي مرات ما بننتبه لها. صحيح الأكثرية يعني طلعوا على المنتوج وقريوا عليه شوي، لكن في بعض النقاط مهمة جدا، وأنا عودتكم دائما أنه نحاول يعني جهدنا مشان لحتى نركز على النقاط المهمة اللي بتعطي أثر لما تتكلموا على المنتوج. فإذا هذا شيء مهم جدا. في عنا السي محمد رافع إيده، ما بعرف ليش. تفضل يا سي محمد، إذا عايز حبيت تقول شيء نفتح لك الميكرو قبل ما نبدأ، ولا بالغلط رفعته يمكن. تفضل إذا عندك كلمة أقولها قبل ما نبدأ. وصلنا للأربع وعشرين. فإذا معنا من المغرب، معنا من تونس، معنا من بلجيكا، معنا من هولندا. اليوم التحقت بنا سيدة من غوادلوب،
عايشة في فرنسا، والتحقت بينا كمان شابة من هولندا. طبعا ماماها هي للا سامية من هولندا، اللي هي الراعية أو الحاضنة أو ماماها طبعا. فإذا على بركة الله، يلا معلش نحن بنستنى شوية، معلش صبر صبرا جميلا، لأنه مشان ما يفوتش على الجميع. صارت الساعة 8:12 دقيقة، كمان دقيقتين وأنا حبدأ. كيف بتمنى كان اليوم يومكم كان يوم سعيد وحلو وكل أيام حلوة، المهم يكون القلب جميل وإن شاء الله خير. وطبعا الحياة مش سهلة، بس الإنسان دايما كيف ما سمعنا من يومين يعني دكتور إسلام اللي هو معانا في جوناس متقدم، قال إنه شيء مهم: nothing is important unless you make it important. ما في شيء مهم بالحياة إلا إذا أنت خليته يكون مهم. فإذا كل شيء بتعملوه في الحياة حلو، أنتوا بتحاولوا تخلوه مهم مشان يبان مهم ويتمربش بالرأس. إلا المشاكل ولا أعذار، هذه ما لازم تخلوها important، لازم تصغروها. طيب، فإذا العدد وصل الآن إلى، أعتقد يمكن لنا نبدأ، وصل 24. طيب، فإذا على بركة الله. لحظات نحط السلايدز. مسيو طيب، جو سي با سي تو بو ميدي ادميتر لي جون كي رونت، ولا ما يبانش عندك. راح افتح لك الميكرو مشان تجاوبني لو سمحت. لحظه لنشوف. تفضل مسيو طيب. وي دكتور، مساء النور. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بك. صباح لاباس، مساء النور ليكم جميعا. نون سافا، جو مون اوكوب. تو بو ادميت لي جون؟ وي اللي جا كندخلوا، يا با دو بروبليم، راني واقف في الباب افيك ان كرون بليزير. لانه انا عيني عليكم وعيني على الباب. اليوم سيده روسيه يعني معروفة في روسيا، يمكن في عالم الجمال، بس هي دخلت معنا في جوناس. عم تقلي أنا دايموند أريبان ديامون، مع أنه هي لسه بادية. قلت لها أنا إن شاء الله، أو ليش لا، يعني إن شاء الله طبعا بتمنى لك النجاح. قالت لي لأنه السبور والمساعدة اللي عنا جوناس بيناتنا كلنا، هذا يعني هذا أكبر دعم مشان الإنسان يوصل للهدف، وهذا شيء جميل. طيب، على بركة الله. فإذا اليوم أنا جمعت لكم شوية صور مشان حتى نتكلم شوي بالصور لتفهموا ليش هذا المنتوج رائع. فإذا خلينا نبدأ من البداية ونقول فين هو هذا. لحظة. فإذا نبدأ من هنا، نبدأ من هذه. 1 2 3 4 9 10 11 12. لأنه إذا عرفتوا السر ساعتها الشيء الثاني حيكون سهل جدا لحتى ينعرف. فإذا على بركة الله، ولا ضن. فإذا بسم الله الرحمن الرحيم، معكم دكتور غسان حكيم، حاليا في مدينة فاس في المغرب الحبيب. وطبعا يعني الأكثرية أنا في معرفة شخصية، لكن الأشخاص المدعوين لأول مرة، بكل تواضع معكم غسان حكيم، أصل لبناني، وطبعا عشت في المغرب مدة كافية لأعرف تقاليد وعادات هذا البلد العريق. ودرست في كلية الطب في المغرب في الرباط، واكتسبت الجنسية المغربية الحمد لله، ومارست الطب الأمراض الداخلية والنسائية
في عيادتي في مدينة فاس لمدة حوالي 10 سنوات، ثم توجهت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وطبعا يعني عشت بأمريكا حوالي 15 سنة وتعلمت أشياء كثيرة، وحاصل على شهادة في الطب الوقائي والجزيئيات، والحمد لله رجعت للمغرب مؤخرا لهدف نبيل، وبنفس الوقت لأنه اكتشفنا في عالم جديد لم نتعلمه في المدارس، أنه ممكن الإنسان يفيد غيره ويستفيد، لكن ممكن يستفيد من وقته وصحته، ويكون عنده كمان متطلبات الحياة ضرورية بدون ما يعطي وقته كله النهار كله في العمل. فإذا على بركة الله اليوم هنتكلم على منتوج رائع اسمه فينيتي. الفينيتي أولا هو مستحضر رائع جدا، لأنه أولا خلينا نتكلم قبل ما نتكلم على الفينيتي. أنتوا بتعرفوا حكينا هذاك اليوم أنه من أسباب علامات الشيخوخة وعلامات المرض هي 3 أسباب رئيسية، ولما أتكلم على الشيخوخة ما بتكلم أنا على عدد السنوات. عدد السنوات مش هو العمر الحقيقي، العمر الحقيقي هو العمر البيولوجي. فإذا الشيخوخة الخلايا اللي ممكن تيجي على 30 سنة ولا 35 ولا حتى 25، فإذا من علامات أو من أسباب الشيخوخة الرئيسية وهي أولا الإجهاد التأكسدي، خذوا معلومات لأنه ضرورية، دي الإجهاد التأكسدي للحمض النووي بالخلايا، هذا السبب الأول. وطبعا تكلمنا على المستحضر الهائل اللي ممكن يعالج أو يساعد على علاج هذه المشكلة، هذه الأكسدة اللي هو مستحضر ريزيرف. السبب الثاني وهو قلة عدد وجودة الخلايا الجذعية في أجسامنا، كمان هذا السبب الثاني الرئيسي. وتكلمنا على مستحضر رائع جدا طبيعي اسمه ريفايتا بلو، اللي هو بيساعد على تحسين وتفعيل جودة وعدد الخلايا الجذعية في أجسامنا في الدورة الدموية لمواجهة الأمراض. والسبب الثالث الرئيسي وهو نقص في طول الكروموزومات الموجودة عندنا في أجسامنا. سؤال، كلكم حدا يعني كلكم سمعتوا عن تيلوميرات؟ في ناس بيعرفوها شو هي التيلوميرات، في ناس ما بيعرفوش شو هي التيلوميرات. فإذا بالفرنسي لتيلومير، بالإنجليزي تيلوميرز. أولا التيلوميرات هي اللي ما سمع عنها، هي الجزء الأخير من الكروموزومات، الكروموزومات. فإذا الكروموزوم، شو هو الكروموزوم؟ الكروموزوم هو كل خلية بأجسامنا فيها جدار لامومبران، وفيها سائل اللي هو السيتوبلازم، فين كتوقع على تفاعلات الكيميائية والبيوشيميك، وفيها الخلية. هذه الخلية اللي هي نويو أو نوكليوس، الخلية بداخل الخلية في مزيج من البروتينات، مزيج من البروتينات والحمض النووي، والحمض النووي مخزن طراف 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 مثل كوبي. هذا المزيج من البروتينات والحمض النووي هو اللي بيشكل الكروموزوم. والكروموزوم بكل خلية فيه 23 زوج، كلنا عندنا 23 زوج من الكروموزومات بكل خلية داخل النواة، وش هي بشكلها بشكل اكس. هلا سبحان الله بطرف الكروموزوم بالطرف في كبسوله، مثل الكبسوله اللي زي شريط الحذاء. هذه الكبسوله مهمتها هي تضغط هذاك الحمض النووي الموجود، تحافظ عليه، وبنفس الوقت هي مؤلفه من عده نسخ من الحمض النووي اللي موجود في الكروموزوم. سبحان الله العظيم، يعني الإنسان لما يشوف المسائل هذه بيقول يعني فعلا هذا مش الصدفة، لأنه هذا الطرف البسيط اللي هو بآخر الكروموزوم
وهو موجود في نسخ عن الحمض النووي. ليه موجودة؟ لأنه الخلية كل ما تنقسم باش تتجدد إلى قد يمشي منها حمض نووي، فإذا ما الإنسان ما غاديش يعيش. الحمض النووي كيبقى في الخلية، لكن هذيك التيلومير هي اللي عندها المخزون كتعطي واحد جديد للخلية جديدة. هذا بشكل مبسط. فإذا هذه الكبسولة هذه اللي فيها المخزون كل ما تعطي، كل ما تنقسم الخلية بتعطيها الحمض النووي جديد كتقصر. لما تقصر 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 مع الوقت وتوصل لواحد الوقت ما بقاش عند المخزون، توصل لواحد الحد معين، الخلية كلها بتموت. فهمنا؟ فإذا الخلية كلها بتموت، ولما تموت الخلية يعني بتعمل مشاكل، تعمل مشاكل بالجسم. هذه هي الكروموزوم، بتشوفوا بالسطر الأول الخلية بتنقسم، والطرف الأحمر هو التيلومير. لما تنقسم الخلية بيقصر الأحمر، ترجع بتنقسم مرة تانية برجع بيقصر حتى توصل خلاص وصلت لواحد الحد، ماتت الخلية. ولما تموت الخلية بتعطي بالمحيط اللي هي موجودة فيه تعطي دمار، تعطي التهابات. كمان هذه الالتهابات بتأثر على الصحة. وكل ما كان عدد الخلايا والتيلوميرات عم ينقصوا وبيوصلوا لحد إنه الخلية عم تموت، لما يصير العدد كبير من الخلايا عم تموت، فإذا نحن كمان منموت. هلأ في أشياء مهمة، إنه لاحظنا إنه الخلايا عادة هذا الطرف اللي موجود فوق هو التيلومير، وموجود دائما في طرف الكروموسوم. هلأ في نقطة مهمة لازم تعرفوها، إنه تعرفوا إنه الجنين لما يتكون أول ما بيكون خلية واحدة اللي هي الخلية الأم أو الخلية الجذعية بيكون عنده 15,000 زو، هذه الباس بير هي وحدة القياس، بيكون عنده 15,000 وحدة قياس من التيلومير. هذا أول ما تكون كونسيبسيون، يعني وقعت تزاوج. فإذا تصوروا معي أول ما يكون نطفة يعني خلية بيكون عنده 15,000 بالتيلومير، ولما يخلق صاروا 10,000. شو معناها؟ معناها أنه التيلومير مشى تلت تاعه مشى خلال الحمل. يعني معناها أنه الإنسان، يعني هذه سنة الحياة، الإنسان بيموت أول ما بيتولد، بيكون هو يعني هو في بطن أمه، الإنسان بيبدأ بالاتجاه نحو يعني نحو الموت. يعني نحن الحمد لله من آمن يعني مش هي. طيب فإذا تلت التيلومير بيروح خلال الحمل، لما يطلع لبرا شو بيفضل عنده؟ بيفضل عنده 10,000. هالعشرة آلاف لما توصل الخمسة آلاف الخلية بتموت. فإذا راح 5,000 في الحمل، وخمسة آلاف إذا راحت الخلية بتموت. فإذا نص حياتنا راحت خلال الحمل. وثانيا كل سنة من 40 لـ50 مرة بتنقص التيلومير، من 40 لـ50 مرة بتنقص. إيش حال فيها هي؟ قديش فيها؟ فيها 10,000 صح؟ إحنا قلنا 15 داخل خلال الحمل، خرج 10,000. لما توصل 5,000 بتموت الخلية، شو بعدلنا 5,000. كل سنة 40 لـ50 مرة بتقصر، مضروبة بمية، 40 أو 50 مضروبة بمية هي 5,000، 40 مضروبة بـ120 هي 5,000. يعني الإنسان مفروض يعيش من 100 لـ120 سنة، إذا ما كانش، إذا كان في محيط سليم والأكل موزون، وطبعا الحياة يعني عنده وقاية. فإذا مفروض الله سبحانه وتعالى عطانا تركيبة في الجسم إنه مفروض الإنسان يعيش بين 100
ال120 سنة بحالة جيدة، وبعدين الله بياخذ الأمانة. لكن الشيء اللي عم نلاحظه ما عم يصير هيك، الناس عم تموت أقل وعم تمرض بعمر 40 و50 و60 وبعدين 60 65 خلاص راح عند الله. فإذا في سبب. هلا مثل ما قلنا انه يعني الانسان ممكن يعيش ل 120 سنه، وتبين انه كل موت قبل 120 سنه هو موت مبكر. هلا لما الخلايا توصل لدرجه انه عم تبلش ينقص التيلومير، عم تصير نحن عندنا قابليه او حساسيه للامراض المزمنه. مشان هيك بتشوفوا في امراض مزمنه كثير صارت، هالسكري، هالتونسيون، هالأمراض، اللبس والثعلب الخبيثة والحمراء والزرقاء. ليه؟ لأنه صار في جهاز المناعة عم يضعف، لأنه هو خلايا جهاز المناعة. فإذا ليش؟ هذا السؤال ليه؟ في سيدة اسمها إليزابيث بلاكبيرن، هي طبعا عالمة كيمياء وبجامعة كاليفورنيا ببركلي، اسمها إليزابيث بلاكبيرن، حصلت على جائزة نوبل بسنة 2009، يعني إنسانة رائعة. هذه السيدة هذه اكتشفت أنه خلال الفيكونداسيون، لما يقع الفيكونداسيون بين البويضة والمني وتتألف الجنين، يتألف الخلية الأولى، لاحظت أن الخلايا الجنسية أو الكروموزوم سيكسويل التيلومير عندهم ما بينقص، ما بينقص، بيضلوا حالة جيدة. وهذا الحمد لله، لأنه لو كان خلايا أو الكروموزوم سيكسويل تيلومير بينقص، كان الجنين ما عندوش حظ مشان يخرج لبرا للحياة، لأنه كان ورط تيلومير ناقص وما بيتكون بخلال الحمل، لأنه لازم يتكون، ومشان يتكون لازم يكون تيلومير صحيح. فإذا الخلايا الجنسية أو الكروموزوم سيكسويل تيلومير عندهم دائما بحالة جيدة. استغربت، عملت أبحاث، ليه؟ شو السبب؟ تبين لها أنه فعلا ما بيقصروا، تبين لها أنه في أنزيم في الكروموزوم سيكسويل أو بالخلايا الجنسية، في أنزيم اسمه تيلوميراز، في جين موجود عندنا دورمون، يعني بالخلايا الجنسية هذا الجين إلي أكتيفي، وبيشغل أنزيم اسمه التيلوميراز. هذا التيلوميراز بيضله هو بحافظ على التيلومير، ما بيخليهم ينقصوا، كل ما نقصت شوي كل ما برجع بيعبيها، بيعطيها الكود اللي راح. وبجميع الخلايا بالجسم مش موجود هذا التيلوميراز أكتيف، إلي دورمون، لأنه الجين إلي دورمون لبقية الخلايا. نحن عنا قديش عنا خلايا؟ عنا أكثر من 6000 مليار خلية. نحن كلنا مكونين من خلايا، وبتعرفوا أنه نحن في عنا بكتيريا حميدة، الميكروبيوم موجودة فينا وفوقنا وحوالينا أكثر من الخلايا، وهذه ضرورية لنا. طيب، فإذا هذا التيلوميراز عم بيشتغل بالخلايا السكسويل، الكروموزوم السكسويل، بس ما عم بيشتغل بالخلايا كلها بتاعت الجسم، لسبب من الأسباب، الجين كيفا أكتيفي إلي دورمو، نايم. فإذا هذا التيلوميراز شو بيعمل لما يكون أكتيف؟ مثل مكنة الخياطة، كل ما التيلومير خلية انقسمت وتيلومير نقص فيها، بيجي هو برجع بيعبيها الكود، حد برجع بيعبيها، بصير شو؟ دائما بحالة جيدة. سبحان الله، بالخلايا كلها بالجسم مش موجود هذا التيلوميراز أكتيف. فإذا الأبحاث بشركة عالمية اسمها جيران كوربوريشن ان يو اس اي، شركة أمريكية، شركة أبحاث، اشتغلت كثير على كمان على الطب، كل شيء موجود في الطبيعة، على العلاج والطب الصيني، واكتشفوا أنه في نبتة اسمها أستراغالوس مومبرينوس. هذه النبتة، هذه أستراغالوس،
عندها فعالية طبيعية سبحان الله، مشان تفعل هذاك الجين أو الجان أو الجين اللي نايم، مشان التيلوميراز يستيقظ ويشتغل طبيعيا. عملت أبحاث 10 سنين على هذه المادة مشان تشوف فعاليتها، ومشان تشوف قدرتها وصلاحيتها وطبعا عدم خطورتها خلال 10 سنين، وتسجلت براءة الاختراع في العالم هذه الشركة الأمريكية. من بعد هذه الشركة هذه سمت إنه هذه المادة سمتها تيلوميراز أكتيفيتر، يعني هي المفعل أو المنشط للتيلوميراز. ليش عم نعمل هالشي كله نحن؟ مشان تعرفوا ليش الفيليتي ما فتوش جيد، لازم تعرفوا السبب. فإذا سموها تيلوميراز أكتيفاتور تي أ، تي أ 65. هلا هذه المادة هذه هي مادة نادرة جدا، واكتشفت بنبتة اللي هي الأستراغال، ومهمتها رائعة جدا. حبتكلم لكم شو بتعمل، لكن شو علاقة هذه الشركة في أمريكا بالفينيتي؟ هذه الشركة هذه اللي عملت أبحاث 10 سنين واكتشفت الاكتشافات كلها، عاطت شركة في نيويورك اسمها تي آ سيانس أو تي آ ساينسز، مشان هي تكون عندها الحصر حصريا توزعها حول العالم. هذه شركة الأبحاث تي آ سيانس. لكن شركة جونيس أخذت حصريا الوكالة من تي آ 65 سيانس إنه توزع المنتوج الفينيتي اللي موجود في تي آ 65 حصريا لجونيس حول العالم. فإذا ما في مضاربات، ما في كومبيتيسيون، ما في كونكورنس، هذا حصري لجونيس. طيب فإذا شو مفعول الأستراغال أو التيلوميراز؟ في شيء مهم جدا لازم تعرفوه. في ناس بيتسألوا بقول لك طيب إذا كان هذا التيلوميراز عم يشتغل بالخلايا وعم بي عم بي عم بيحمي التيلومير، طب حيضلوا يحميه حتى يصير طويل طويل طويل؟ نو. سبحان الله إنه هذه المادة بتشتغل وين موجود التيلومير بحالة خطر، يعني قرب يوصل ل5000، قرب يموت. تتدخل هي تيلوميراز إساكتيف الريبار وتوصله لحد معين وتوقف عليه، ترى بشوف وين في خطر تاني. هذه الروعة، يعني شيء رائع جدا. فإذا طبعا فينيتي لا يحتوي فقط على الأستراغال ولا الأستراغالوس اللي هو تي آ 65، بل بيحتوي على فيتامينات، فيتامين سي وإي وفيتامين بي 6 وبي 9 والكولاين والفيكويدان، هذا كثير مهم، والكونزيم كونزيم كيوتين، هذا ممتاز جدا للقلب وللصحة، موجود في جسمنا بس بشكل ضعيف لما الإنسان بيكبر. وبرسلين، برسلين هو غني بالأوميغا، أوميغا 3 سي تريز امبورطون لي بون لي بون غرا. وطبعا في الفيتامينات توكو ترينول والتوكوفيرول. وتيلوميراز il commence à s'activer dans les cellules où le télomère il est critiquement court. يعني بيشتغل التيلوميراز كيف ما قلنا لما يكون في خطر أو قصر مهم بالتيلومير بيتدخل هو. هذا رائع جدا، يعني عند الطلب شيء حلو. فإذا وهنا تبدأ تجديد الخلايا والحياة ترجع من جديد، لما يقرب يوصل 5000 يرجع يقويها. فإذا الحياة ترجع، الإنسان بحس إنه نفسه إنه فعلا عايش. ولما تشوف التيلومير وصل لطول معين يكفي توقف عنه،
مش بتضلها بتزيد. هلا شو الفوائد المرئيه، المرئيه الانسان لما ياخذ فينيتي شو بلاحظ؟ اول شيء الجهاز المناعه وخلايا المناعه بتقوى، تقوى لدرجه بصير عنده مناعه جيده، وهذا الشيء مسجل في دراسات سريريه، في كتب عليها يعني، مش انه كلام بكلام. وساعتها الخلايا المناعة بتقوى، بصير عندها قابلية ومناعة ضد البكتيريا والفيروس والأمراض. لما هو جهاز المناعة هو كل شيء، هو الحارس. وثانياً بيشعر الإنسان أنه حتى النظر، حدة البصر عم تتحسن، حتى البرفورمانس سيكسويل طبعاً يعني الناحية الجنسية، وحتى بالنسبة بيخفف شوي من الوزن، بيحرق الدهون وبيعالج حتى الجروح، بصير الجروح بتلتئم بشكل أسرع. وبعدين عنا إنه حتى العظم بصير الدنسيتي، الكثافة العظم بصير أقوى شوي، والجلد بصير عنده نوعية أو تكستير، يعني بصير عنده نوعية أفضل. هلا كيف الواحد بياخذ الفينيتي؟ عاده بامريكا دراسات تنصح ياخذ 2 صباح وكبسولتين في المساء في اي وقت، قبل الاكل بعد الاكل ما بهم. في اوروبا متحفظين شوي يعني، عاده يعني بيقولوا انه خذ واحده صباحا واحده مساء، ما بيأثر، بس هو على حسب الحالة، بس هو هذا مكمل غذائي يعني، ما إنه منه ضرر. فإذا ما في أي عوارض جانبية أبدا، ومشان يعطي مفعول عادة لازم الإنسان يستمر 2 لـ3 شهور، يعني مش إنه والله كن فيكون، لأنه هذا الشيء تدريجي. 2 3 شهور حس الإنسان أخذ المخزون اللازم وعمل يعني اللازم كما يجب، وممكن بعد سنة ولا بعد 6 شهور ولا ده يرجع يعمل دورة تانية إلى حد، بس هذا ضروري جدا. إمتى بياخده؟ طبعا مش للأطفال، لأن الأطفال يعني التيلومير عندهم يعني منيح، وحتى عمر 25-30 سافا، بعد 35 ضروري الكل يستعمله. ومرات على حسب، إذا كان شباب عندهم مشاكل مثلا 25-27-30 عندهم مشاكل، ممكن يبدأوا فيه. وضروري ضروري لما يكون الإنسان عنده مرض معين يراجع طبيب قبل ما يبدأ بأي مكمل غذائي. مش على شيء كمكمل غذائي ما عندوش عوارض جانبية، لكن أفضل احتراما للطبيب، عشان الطبيب يكون على علم، مشان ما بعدين يحط التهمة هنا وهنا، ويكفي تعطوه بس المعلومات. فهذا انفينيتي هو مستحضر وحيد فريد من نوعه في العالم، وشركة جوناس حصريا هي اللي مكلفة حول العالم بالبيع المباشر للدى. أي شخص بيحب يحصل على هذا المنتوج يتواصل مع الشخص اللي دعاه أو يشوف. وطبعا في إرشادات بالنسبة لكل شيء، للتعليمات وللأتمنة وكل شيء. وأنا بكتفي اليوم، أنا ما حد أرجع للعادة التقليدية، نرجع باور بوينت مشان نفتح مجال الأسئلة شوي، وسأخذنا من وقتكم 30-40 دقيقة بيكفي. فإذا إذا في أسئلة أنا معكم، تفضلوا. نتمنى تكون عجبتكم المحاضرة. طبعا حبفتح المايك، ومثل العادة بنرفع إيدينا مشان حتى نمشي مع الجميع، وعلى بركة الله. مين بحب يسأل سؤال؟ أو بشوف الشات إذا في أسئلة بالشات ساعدني مسيو طيب. وخير الكلام ما قل ودل. فإذا أوكي، فإذا عندنا أسئلة هنا في الشات مش طيب، نفتح لك المايك واقيلا ولا لا؟ الحمد لله، الكل مجتهد. جزاك الله خيرا.
اهلا وسهلا. عندنا الأخت سميرة جكروة رافعة يديها. يلا نشوف هنا في الشات اذا في شيء. ها جزام، نعم مدام، وحده اكرم مساعد خلايا التوليد لا تتعرض لهذا المشكل. اوكي في الشات عندنا شيء اسئله هنا مشان نعدل، لانه انا بحب يعني لما يكون في سؤال الكل يستفيد منه، لانه فعلا يا اخواني لما يجيني انا على الخاص فجاه يجيني اسئله ولا شيء ملف طبي، شيء حد من الاخوان او الاخوات عايزين جواب، يعني ارجو يعني صعب مرات الواحد ما بيكون يعني اذا تاخرنا بالجواب مرات ما بيكون عندنا وقت لحتى نجاوب كل واحد بوحده، بعدين من الافضل السؤال يكون على في المحاضره او عن طريق الابلاين اذا في شيء، مثلا السي كريم بيتكلف وبيتواصل معايا، لانه مش على شيء بس مرات بيكون وقتنا شوي محشور مشان لحتى نتفاهم كلنا ونستفيد. فاذا ساميه رافعه ايدها، تفضلي تفضلي ساميه، افتح المايك. أي مساء الخير عليكم، إن شاء الله تكونوا كلكم بخير. أهلا وسهلا دكتور، بس عندي سؤال صغير مش كبير يعني. أنا عندي جواب السؤال سريع بتاعي هو كيف هو كيف أنا أعرف إني أنا محتاجة الإنفينيتي؟ شنو الحاجات اللي تخليني أنا أعرف إني محتاجة؟ شنو الأعراض اللي لازم تكون علي عشان أعرف إني أنا محتاجة الإنفينيتي؟ لأن الريزيرف يعمل نفس المفعول، يعني كمان بيدي طاقة وبيدي، لا مش لا ده بقى شكل تاني بس. نعم نعم يعني السؤال بتاعي هو لا يعني واضح سؤالك، شنو واضح. الفرق ما بين واضح سؤالك واضح. أوكي. مدام سامية، وأنا بشكرك على سؤالك، دائما أسئلتك جيدة، سؤال كثير رائع. طبعا نحن قلنا الريزيرف هو مضاد الأكسدة، قوي جدا، وهو بينظف الخلايا كلها والحامض النووي مشان يخلي الأكسدة يعني ما تكونش تأثر على خلايانا. وانت بتعرف الأكسدة شو هي، انه زي التفاحة اللي قصمتيها بالنص وخليتيها بتصير كحلة، هذا هو الأكسدة من الهواء ومن التلوث. والأكسدة عم تزيد بأجسامنا لأنه في تلوث كثير بالجو وفي ستريس وضغط ومشاكل، والأطعمة مش الجودة اللي كانت فيها، حتى المياه، حتى الغبار في الشارع، الأشعات، التدخين، كله هذا بالنسبة للريزيرف. بالنسبة للكروموزوم الفينيتي كيف حنعرف؟ هو شوف الإنسان لما يوصل لـ30 وما فوق 30 35، خلايا عم تتدهور بسرعة، لأنه أنت عم تشوفي حواليك، عم تشوفي حتى نحن بنفسنا دائما مثلا ستريس، الإجهاد، الأمراض عم تكتر، ها كورونا زاد، عم ينقص من المناعة، كلنا بحاجة تلقائيا بحاجة نستعمل هذه المكملات مرة مش ضروري الواحد يبقى عليها العام كله، بس على الأقل يعمل شهر شهرين مينيموم، يرجع ينوع، يرجع بيرتاح شوي، بيرجع بياخد، يعني زي الأكل، زي السيارة، مرة الواحد سيارة جميلة عنده، مرة كل شهرين ثلاثة أربعة بيغير لها زيت بيسوي لها، هذا طبيعي. وليش جناس فاتح المجال إنه الإنسان إذا كان بده يدخل مع جناس والصحة غالية، جناس بتقول له الصحة غالية لكن أنت غير دير الخطوة الأولى، وبعدين إذا كنت أنت استفدت وفدت غيرك في كومبونساسيون، في بونس مشان حتى انه تخف عليك الضغوطات المصاريف. بس هذا هو الجواب، انه ضروري كل شيء ياخده، لانه ما شوفي حواليك انت الكل عيان، انت من يومين قلت لي انا عيانه، انا تعبانه، كذا، حاسه براسي، صح ولا لا؟ فاذا هذا كله من العلامات، هذه كلها من العلامات ولازم الواحد ياخده. انا اخذته يعني باخده مره برجع بوقف مدي برجع باخده. اليوم وصلتني اليوم من فرنسا، لأنه بالمغرب مش موجود والمطارات مش مقفولة، بس وصلني الريزيرف، وصلني الكولاجين، في 4 5 آلاف من الكولاجين. يعني الإنسان دائما بيلاقي الحل، بس ضروري. طيب شكرا مدام سامية. هو دكتور، هو ممكن تاخذ انفينيتي كومبينيشن ميت ريزيرف، نعم كومبيناتي ريزيرف ان كولاجين، نعم ما فيش نعم مشاكل.
ابدا ابدا ابدا. بحلي حلي اكلتي صومو مع مع سلاد مع هذه، يعني بحل شيء بوفيه. نو ابدا ابدا. اوكي 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 شكرا دكتور. هلا وسهلا وبرافو عليك، جود جوب. مين عندنا كمان سؤال؟ عندنا بعد عندنا اوكي إذا عجبتكم المحاضرة حطوا لنا رقم واحد في الشات لو سمحتم، عشان نعمل شوية إحصائيات أحسن ما تكونوا نايمين وأنا مش على بالي. دكتور كين سؤال كين في الشات بالنسبة للناس ديال داء السكري. ما شاء الله عليكم، شكرا جزيلا. داء السكري إيه ماله السؤال؟ شو بقول؟ يعني هل يجوز أخذ فينيتي اللي عنده داء السكري؟ طيب أنا السؤال حرجعه للسائل أو السائلة، ليش مرض السكري شو اللي بيمنع أنه يأخذ فينيتي؟ لأنه فينيتي منه سكر، هذه أولا، يعني نحن عم نتحاور. ثانيا ممكن يأخده، هلأ السؤال إذا كان ممكن ينفعه هذا سؤال ثاني. طبعا حينفع، لأنه مرض السكر وخاصة النوع الثاني مش النوع الأول اللي بيجي من الولادة، اللي بيجي من الولادة ما فيش أبدا إنسولين، إنسولين زيرو، لكن النوع الثاني فيه إنسولين بس مش شغال بشكل جيد. مش شغال بشكل جيد ليه؟ لأنه لسببين. الإنسولين اللي عم يطلع من البنكرياس مرات بيصير بنوعية سيئة، موجود هو لكن نوعيته صارت أقل جودة. والسبب الثاني هو الخلايا اللي عم تستقبل الإنسولين مشان تفتح، لأن الخلايا في عندها أبواب، ولما يجي الإنسولين عشان ينزل السكر بالدم ويدخله للخلايا باش يعطيها الحرارة، الخلايا مقفولة ما عم تفتح البوابة، بيطلع السكر بالدم بيصير مرض السكري. فإذا هذه الخلايا فيها مشكلة، هذا المكملات كلها بطريقة علمية هي مهمتها تحافظ على الخلايا وتعطيها الشيء اللازم عشان تشتغل بشكل جيد. إذا كان الباب مقفول يمكن يكون يعني في مشكلة. فإذا طبعا فينيتي والريزيرف والريفايتا بلو كله هذا بينفع، وبينفع مش بس مرض السكر، لكل الأمراض. يلا مشان ما بقى تسألوا إنه والله هذا مرض السكر وهذه الغدة، لكل شيء، للخلايا. نحن عم نتكلم خلايا، ما عم نتكلم إنه والله مرض مرضه. والخلايا خلايا، إن كان خلايا القلب ولا البنكرياس ولا الدماغ، كل شيء زي بعضه. فإذا بتمنى أكون جاوبت على سؤال. شكرا. العدد معنا 35، شكرا جزيلا لحضوركم، وهذا بيسعدنا أنه على الأقل في ناس عم بيهتموا يعني. والصحة ما عندها تمن، أنتوا عارفين أنه يعني أنا اليوم تواصلت معي سيدة ما بعرفها، بس لوجه الله لأنه بعرف حد من عائلتها، عندها يمكن 50، بس عندها جين اسمه كروموزوم فيلادلفيا. هذا الكروموزوم فيلادلفيا هو عبارة عن 2 جين 2 طرف من هذا وطرف من هذا انقسموا والتحموا مع بعض. لما التحموا مع بعض غيروا الكود، عطوا كود تاني، صار خلايا الدم عم تتكاثر بشكل فظيع، اللي هو عمل مرض سرطان الدم. هو السرطان شو هو؟ هو توارد الخلايا بشكل مخيف بدون مراقبة، لأنه الجسم لما تتوالد الخلايا في مراقبة. الجسم يقول لما تجي شي خلية مش مضبوطة مشان تعمل أشياء جنونية بتوقفها. لما ما يصير في مراقبة والجسم المناعي يخف ويضعف، بصير الخلايا بتتكاثر بشكل جنوني، وهذا اللي بيعمل السرطان. هذا هو السرطان، مش بكتيريا ولا فيروس. فإذا لما توصلت معايا مسكينة يعني بو تا
تحت العلاج وتحاليل ومشاكل وخوف وما تاكليش هذا وما تاكليش هذا وما تاكليش هذا وفلوس عم تنصرف وما في منا اي دواء بالطب العادي. ليه؟ لانه الطب عنده حدود شو حيخترعوا لها. لكن لما نتعامل مع الصحة وناخذ اشياء كويسة كوقاية بيكون افضل، بس الانسان ممكن يسترجع صحته بهالشيء الطبيعي العلمي. لكن نحن بنقول انه كوقاية ما فيها خسارة، نرجع بنقول هي السيارة الواحد بيصرف عليها ما بيصرف على صحته. بقول لي الواحد هذا غالي، طب ما انت سيارتك اذا مرسيدس بتحط لها قطعة غيار تحت الفيات، وهذا جسمك هذا اغلى من السيارة. فاذا هذا جوابي. حليمة تفضلي. اهلا وسهلا بدكتورة حليمة من بلجيكا، تفضلي. مساء الخير دكتور، مساء الخير لكل اللي حضروا معنا اليوم. يعطيك الصحة، محاضرة رائعة. بس مش أنا اللي عندي سؤال بصراحة، دكتور محمد متابع المحاضرة بتركيز وهو اللي عايز يطرح السؤال على حضرتك. طيب، هو حطك في الواجهة يعني. تحياتي لدكتورنا الحبيب اللي أخ بعتز فيه أنا، وإن شاء الله اللقاء قريب. أتفضل. مساء الخير يا دكتور. حبيبي أهلا دكتور ما شاء الله. يعني أنا متابع المحاضرة، أنا ما كنتش هتابع بصراحة، لكن مع أول كلمتين أنت سينمائي رائع يعني، تلفزيوني من الدرجة الأولى. لذلك أنا فكرت رحلتك لمصر أرتب لك عدة لقاءات تلفزيونية حقيقي. يعني شرحك بسيط وسيمبل جدا وبيوصل بشكل رائع يعني. تلميذك دكتور محمد. أنا هاي الله يسلمك. أنا يعني بكل تواضع، أنا دايما حتى في عملي في العيادة من أول ما ابتديت دايما بشرح للمريض بشكل مبسط مشان يطلع من عندي فاهم شو عنده، مشان هو يقدر يتقبل المتابعة. مش مع الأسف بتشوف الأكثرية بيفوت عند الطبيب وبيخرج مع الطبيب ما بيعرف شو عنده، ما صحيح. بيعرف شو عنده ولا بيعرف صحيح. شو حيعمل ولا بيعرف شيء أبدا، بروح عند الفارماسيان بيجع بيجزوا العمال عند الفارماسيان بيجع بيكملون هو ضايع. ولما يموت بقولوا له للدكتور شكرا انت عملت اللي عليك. مع الأسف هذا اللي مخلانا نحن نهتم في هذه المسائل. وهو المريض لما بيفهم بيقدر يشارك الطبيب ويساعده على كل على الخطوات بتاعه العلاج، لانه فهم المريض في حد ذاته بيساعد على انه هو ياخد حافز ايجابي للاستقبال النتائج من الادويه الى اخره يعني. ده مهم جدا يعني. تماما، وفي تماما تاكيدا لكلامك يا دكتور محمد، انه مش عم بشكر بنفسي، بس عده مرات حصلت معي انا مريض يدخل لعندي وهو فعلا بالنسبه لي هو عيان وعنده مشاكل وشاف عده اطباء ويخرج من عندي بدون اي دواء وبحاله جيده. ممكن يكون نفساني، بس خليها تكون نفسانية، بس خرج بدون دواء. لكن المهم فعلا كتير جدا من الناس مجرد انه فيه لما يعرف انه مريض وما فيش امل في الدواء بيموت لوحده يعني، بيتعب. العكس صحيح يعني. والاطباء بابا عم يسمعوا الدكتور المريض، لان اول شيء تعلمناه انه يفوق ايكوتي. هلا ما في ضروري يعني، ادخل طلع طب ادفع امشي. صحيح، انا حتى عندنا قاعده في القانون نقول ما ندافعش عن حد هو مش قادر يدافع عن نفسه يعني. لازم يكون الشخص نفسه عنده استعداد يدافع عن نفسه عشان نقدر احنا ندافع عنه. المهم سؤالي عشان ما اخدش وقت الحلقه، بالنسبه لموضوع الخلايا وان الخلايا بتموت وطبعا بيحصل والمده بتاعتها الزمنيه وعدد الخلايا الاخر، مفيش طريقه لقياس الحاله يعني نقدر نقيس ان الشخص ده عدد الخلايا اللي عنده بدات تقل بدات تضعف في طريقه مثلا زي موضوع تحليل الدم زي هل في وسائل موجوده لمعرفه الحاله عامله ازاي؟ طيب وبرده استكمالا للسؤال، وهل في طريقه نعرف بعد كده ان العلاج جاب نتيجه ووصل لعدد معين من الخلايا او بدا يرفع مستوى الاداء عند الشخص ده؟ يعني هل في حاجه للكلام ده ولا بس بتعتمد على الحاله النفسيه والشكل العام للمريض وصحته واحساسه يعني؟ ده سؤال اعتقد سؤال رائع. نعم. جدا سؤال رائع جدا. Very good question دكتور محمد. فعلا في مختبرات ممكن تفحص
بالوحدة اللي هي بيس بير أو باس بير ممكن تفحص طول التيلوميرز، هذه التيلوميرات ممكن تفحصها وتشوف نسبة الخطورة أو نسبة القصر اللي عندها. بس طبعا مش كل المختبرات، لأنه بتعرف أكتريتهم زي الصيدليات بيجيبوا بس الأدوية اللي بتنباع كتير، بس في مختبرات، مش كل المختبرات، بس في مختبرات بتقيسها. وأنا ممكن أسألك، لكن زي الفيتامين دي، فيتامين دي أو الفيتامين دي، كان بالأول كان لازم يعملوا تحاليل قبل ما يعطوا الفيتامين دي، ولما اكتشفوا أنه الفيتامين دي مهم جدا بالجسم اللي هو هرمون ما بس فيتامين، واكتشفوا أنه أغلب السرطانات، مرض السرطان أغلب أسبابه ممكن يكون نقص بالفيتامين دي، تصور قد مهم. كانوا بالأول يعملوا تحاليل بعدين يعطوا الفيتامين دي، وخاصة بأوروبا وفرنسا وبهذا، لا لازم نعمل تحاليل بعدين نعطي. حاليا صار العالم كله عم بيعطي بدون تحاليل، لأنه إذا بتجيب 10 تعمل تحاليل بتلاقي 9 نقص عندهم فيتامين دي. كمان بالنسبة للتيلومير، وما التيلومير هذا مفروض بعد 35 الواحد ياخد دفعة ما منع، يعني ما هو حيحس بنفسه، يعني إذا هو حس خلاص هذا هو الدليل، مش إحساس نفساني. حي ما نحن حكينا الرغبة، يعني الإنرجي، النظر بتحسن، يعني الليبيدو، البرفورمانس، سيكشوال بيرفورمانس، أشياء كثيرة بتتحسن اللي ذكرناها بشوي. فإذا حتى جهاز المناعة، فإذا يعني هي مش دعاية دكتور محمد، يعني صدقني وهذه نعمة من عند الله. أنا بصغري دائما كان يجيني وجع راس ومايغرين وفلو. أنا إذا بقول لك أكثر من 30-40 سنة ما بعرف الحمد لله الفلو ولا الجريب ولا البرد شو هو، مع أنه عشت في سياتل وكان برد وجيلا ما بعرف ليه، لأن الحمد لله يعني مع أنه يعني مش أنه والله يوميا عم بياخد أنا مكملات، عم بياخد مرة يعني عادي، بس عم يعني بتحس في مقاومه، يعني مناعه، في مقاومه. وهذا هو الجواب، في مختبرات بتعمل تحاليل صح على التيلومير بتقيسها. برجع بفتح المايك، يمكن حليمه تجاوبين لانه قفل المايك. وين حليمه؟ عم فتش على اسمك هنا. لا تفضلي حليمه اذا جاوبت على السؤال. شكرا دكتور. شكرا، اهلا وسهلا، جاوبوا. شكرا، اهلا بيكي. فاذا دكتور محمد، انت عارف لما تكلمنا مع دكتور شادي، طيب نحن حنقفل التسجيل ان شاء الله.